ممثلا عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل بلاد المفدى، شارك رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة في اجتماع منتدى الدبلوماسية الثقافية لعام 2020 خلال الجزء رفيع المستوى للدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة مؤسسي المنتدى. أكد الشيخ خالد خلال مشاركته أن الدبلوماسية الثقافية تعتبر أداة تمكين لا غنى عنها للأجيال الجديدة لتحقيق السلام والوئام على مستوى العالم أجمع، وما لها من خصوصية مهمة للغاية بالنسبة لشباب المنطقة من أجل تعزيز عرى الأمن والاستقرار. بيّن الشيخ خالد أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يسعى لنشر قيم التسامح والتعايش السلمي، ويؤمن بقوة التنوع الثقافي وبتأثيرها الإيجابي على مختلف الشعوب والمجتمعات، مشيرا إلى أن مملكة البحرين كانت لفترة طويلة من الزمن وما تزال تلعب دورا محوريا في ربط ثقافات الشرق والغرب. وذكر الشيخ خالد أن التعايش السلمي يعتبر من أسلوب الحياة اليومية الاعتيادية في مملكة البحرين، حيث ساهمت بالتنوع الثقافي بتطور البحرين وتقدمها لتصبح مملكة حديثة ومزدهرة ومسالمة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. عبر الشيخ خالد عن رغبة المركز بالتعاون مع منتدى الدبلوماسية الثقافية للتركيز على نقاط قوة التنوع الثقافي لما لها من وقع إيجابي على البشر، وتجلب قواسم مشتركة وانسجام مسالم لقلوب وأرواح الكثيرين.